فيت في بلي باش نوضح حاجة ونجاوب على زوز مساجات ولا ثلاثة اللي عطوا لي بمحبة بيان سور. راهي أنا الأمور بتاع حكاية لي كلاش وكل شيء معناتها أنا راهو ما ندخلش تحت السقف هذاك فهمت، نحكي بارابور على ليميسيون فهمت، معناتها اللي يجي بحذاه كلاش حد آخر ولا كذا وحده يتحمل المسؤولية نتاعو. وراهو ساعات كي يجي واحد يعمل فريستايل يكلاشي في حد امبوسيبل راك تنجم تطيحو بالوقت معناتها كلاش شكون ولا كذا كان ما يقول الاسم مثلا فهمت، خاطر ساعات تلقى روحك تحطيت في قالب انت معناتها مش نتاعك. نتصور معناتها الناس اللي تعرف كوكي تعرف اللي انا مانيش ماكل الله مانيش جماعة نتاع الفتنة نتاع نضرب راس براس نتاع ماكش بالعكس نجي ماذا بيا بدا الناس كلهم خيان وجو باهي و... فهمت ومعناتها هو راهو الديس والكلاش والبيف وكل شيء حاجة نتاع هيب هوب معناتها جوها باهي على الاخر. انا ما نحبش انه تطيح ما تولي فيها ما تسبان وتولي فيها دقيقه نتاع ربي ما نحبش بالكل بالكل ماذا بيا الناس كله خاين صعيبه شويه باش يكونوا الناس كله خاين ديما ماذا بيا قدر ما نجم معناتها تكون الناس كله خاين تكون بالعكس ديما كي نجيب العباد ماذا بيا الناس كلها بوري مع بعضها ماذا بيا الناس تفيت مع بعضها ماذا بيا يجي واحد يفيت مع حد اخر ولا يغني غنيه واحد اخر جسوي اكثر للريسبي ولا الحكايات هذوك فهمت. دونك فوالا اي حاجه تصير في ليميسيون تاعي فريستايل ولا اللي هو راهو تحملوها للشخص اللي جاي قالها داكوردو مش لانيماتور لانيماتور ما عنده حتى دخل هكاك نولي وعدا نولي غزال ونفتح ولا ان شاء الله تكون وضحت الفكره وجاوبنا به.